إذا عجز الشيطان عن أن يضل ابن آدم عن توحيد الله عز وجل أدخله في البدع. ولذا من ابتدع في دين الله فهو في الحقيقة لم يحقق شهادة أن محمد رسول الله. اعلم أن العمل لا يكون صالحا إلا بأمرين. قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه، من كان يرجو ويأمل أن يلقى الله جل وعلا على أحسن الأحوال وعلى أشرف الأحوال، فماذا يصنع؟ فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ما هو هذا العمل الصالح الذي ينجينا يوم القيامة، الذي نشرف به أمام رب العالمين، الذي نسعد به يوم المعاد؟ ما هو هذا العمل الصالح؟ هو ما تحقق فيه أمران. إذا اختل أمر من هذين الأمرين فإن العمل يكون مردودا على صاحبه. أولا الإخلاص لله عز وجل في هذا العمل. الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمل.